مهيأ لتقديم مستوى منتظر في كأس سمو الأمير فريق مصلول. حلوة 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 حلوة، كارثة لفريق مصلول. يقترب من الثاني. ماجد في حالة الصدر، صافي نجات، خيمينيز، الله يا بالي، حسن إدريس تواجد وتصدى، والكرة بعد ذلك إلى أحمد خلفان، يتنقل مرة يمين مرة يسار، العربي يا ناس، حسن إدريس يقف في طريق خوخي بوعلام ويبقي أمل. إزيكيل وصلت خوخي بوعلام، خيمينيز، خيمينيز يرف بحال من الوصول إلى شباك الوكلاء، كرة نفذت، عبد العزيز حاتم أرضية، وحسن إدريس يقع ويكسب خطأ بعد ذلك. قائمة فايس يبقى يتقدم، فايس يمرر الكرة لدى الرزاق في مكان حسن إدريس، يبعدها بعد ذلك علي حسين الحيمة، يبعد الخطورة بالكرة، بكرة عالية نفذت في يدي حسن إدريس، كرة عالية من فلاديمير فايس وصلت إلى حسن إدريس مباشرة، كرة طولية ما بيقى يوسف، وصلت إلى عثمان، مرة عثمان توغل عثمان، وحسن إدريس يمسك بالكرة الماضية، يمسك بالكرة الماضية. إذا فهد جابر هو المساعد الإضافي الأول اللي ساهم بقراره وألغى ركلة جزاء كانت قد احتسبت لنادي الخوي. كرة في لعبة في منطقة الجزاء، تصدي مثالي جدا ياتي عن طريق اللاعب وحارس المرمى حسن إدريس في اللقطة الماضية، وفي الحوار المعز في منطقة الجزاء لمصلحة الوكرة. الآن لا زالت المحاولة مستمرة، خطيرة، عرضية ملعوبة، الأخوية يأتي في التوقيت المناسب، حسن البطل في المكان المناسب، حسن مرة أخرى، حسن مرة أخرى، حسن كمان وكمان في بطولة الدوري ب 53 هدف. كرة فيها محاولة رأسية خطيرة، أوه. هذه مو بس ياخذ عليها جائزة الأفضل، ركنية السادسة للأخوية، أحسن ركنية في المباراة رأسية، أوه. لم ينكسر بعد، لا زال صامدا، لا زال واقفا، لم يتقدم، ممكن العرضية علي فريدون، الله يا لحسن إدريس وبراعته في اللقطة الماضية، سوبر حسن. لكل مباراة هذه محاولة، محمود سعد مشاها حلوة حلوة في مكان، 1-0 1-0، لا برافو حارس المرمى، برافو حسن إدريس، خطيرة كانت، تمريرة صح من محمود سعد لأنور ديبة اللي سدد، وسانجار والصافرة تأتي، والخطأ الآن سانجار، تورسانوف، ديبا تسديدة، برافو برافو حسن إدريس، برافو، الكرة مرت صح، مرت بشكل سليم، مرت بشكل سليم لمصلحة الخريطيات. في الطرف الأيمن عرضية حلوة حلوة، الكرة الماضية لكن لمسة ديبة، لمسة ديبة، وحارس المرمى حسن إدريس يمنعانيها على بعد 31 متر، رومارينيو يعملها على طول بعرض الملعب، لوكاس مندوز، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، راشيدوف راشيدوف، لكن حارس المرمى إدريس حسن إدريس نال نفسه على الأيمن البعيد وأنقذ هدف حقيقي لمصلحة نادي ضربة الرأس تاني، لكن راحت من ياسر أبو بكر، فرصتين لنادي الجيش، وحسن إدريس يوال القادم قد يكون أمر، ولكن من تاني إلى راشيدوف، هتخد مع صلاح اليهري إلى راشيدوف، والحارس عظيم والحارس عظيم، الله 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 الله، تاني لمراد ناجي، برافو 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 مبنجي، ولكن حسن إدريس حارس المرمى يتألق كما تألق في أكثر من لعبة في الشوط الأول، طويلة أمام، يرجع ولا رومارينيو ممكن يشوط، ممكن يشوط بشوط، ولكن
مش ممكن يا ادريس. ياسر ابو بكر يهدر فرصه لا تهدر، راحت على يمينه وهو اشول، لكن دي ما فيهاش يمينه. عايش كره لمصلحه اللاعب محمد مدثر، ومدثر يصوب، لكن هنا تالق اللاعب حسن ادريس، وهنا سلطان بريك. يا سلام يا سلطان، يا سلام، هذا اللاعب رائع جدا سلطان بريك. المغربي الاخر محسن متولي، والكره ملعوبه لمصلحه الاخويه. هجوم وتسديده ممتازه، والتصدي جاء من حسن ادريس، ممتاز ايضا حسن ادريس، تصدي رائع جدا في الكره الماضيه. نادي الوكره حينما الكثير من الامور في شوط المباراه الثاني، في النهايه كره قدم تدور ولا تعلم كيف تتوقف. حسن ادريس يتجلى ويتالق ويتصدى للكره الماضيه. ما دام كره القدم تدور فترات شوط المباراه الثاني، الكره ملعوبه الى العربي، العربي يوسف العربي، وحسن ادريس مره اخرى يتالق، يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب لتصبح ركله ركنيه، ركله ركنيه لصالحنا. مشعل، لكن الكره وصلت لدى علي قادري. يا سلام يا سلام على الاثنين، الخطا للاهلي، 33 متر وكره بتتسدد، وحسن ادريس يتصدى. حسن ادريس والاهلي ينتظر دوره في الدخول لارضيه ملعب اللقاء، كره خطيره. وبالتالي تدخل الان ايضا موجود حاضر مجال ديمونغوز، والكره العرضيه الملعوبه، لكن هنا القرار رائع جدا من جانب حسن ادريس، يحولها لمصلحه محسن متولي، توصل اماميه. 1-0 للجيش حتى الان، ضغط قوي. ادي راشيدوف النجم الاوزبكي، حسن ادريس بالبوكس وبشكل كويس، على طول مقطوعه. محسن متولي دائما مصدر الخطوره، لكن لسه راشيدوف، روح على المرمى يا ولد، روح على المرمى يا ولد. فرصه ثالث، فرصه ثالث، يا سلام يا سلام يا سلام. حسن ادريس يبدع كما لم يبدع من قبل، ويقف في وجه حمزه الصنهاجي وينقذ هدف هوت. بعض اللاعبين لما لا يشاركون يجتهدون. راشيدوف هتاخد من سيدوكيتا الفنان، وفرصه الهدف الثالث من جديد رومارينيو، ولكن ضاعت، هربت راحت، وحسن ادريس والدفاع ينقذ الموقف. لكن شفت سيدوكيتا، هو ده هو ده مكانه. هي الملك يعرف ذلك جيدا، هنا هجوم قادم بالنسبه لنادي قطر. جوجل يلعب كره، والتصدي ممتاز من حسن ادريس، يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب. لاحظوا بان هذه التسديده الثانيه المباشره تجسرت للملك القطراوي، يحاول في كل الاماكن في كل الزوايا باحثا عن الهدف، باحثا عن البقاء، لكن حسن ادريس يلتقط ويقف بالمرصاد لكل كرات الملك القطراوي. تتحول عادت مرة أخرى محمود بأرضية أخرى. القائم القائم في الكرة الماضية، شوف ليبيا لمصلحة نادي الإخريطية ملعوبة أمامية، فرصة وحارس المرمى يتدخل، برافو. لا تزال هنا كيبي، يحاول كيبي، هو الحارس وين؟ شوف الحارس وين؟ يا قلبك يا أخي يا ناس، البطاط عدوها حلوة هذه، كيبي 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 جول، كيبي جول كيبي جول. لا، حارس المرمى حسن إدريس يمنع ذلك، يمنع الكرة الماضية، يلغي ويبطل. مفيش أوفسايد إلى غارسيا النجم الأسباني. عرضية جميلة 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 جميلة، الله 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 على المتعة، الروعة، على البساطة، على البساطة. شدوب يحاول يعدي، يمر يمرر، هنا محاولة حمد الله، يسدد في الأولى، لكن بعد ذلك الدفاع يتابع ويخلص الكرة الماضية، مرت إلى رمية جانبية تجمع السد بالعربي. هذه محاولة تسديدة، أوه حارس المرمى، برافو برافو حسن إدريس، يمنع هدف ثاني من واجنر. 20 يعني، شوف من عندك من الثامن من الخور، لكن هنا كرة خطيرة. حسن إدريس يتد، رائع جدا، لعبة رائعة جدا. جوليو مر، تقدم جوليو، مر من الأول، مر من الثاني، سدد، يا سلام يا سلام، الله يا حسن إدريس، والله يا جوليو سيزار لعبها والله في زاوية صعبة جدا، الكرة نزلت، يا يا برافو يا حسن إدريس، كبيرة جدا لمصلحة الخور. مرت الكرة للأمام، عرضية قادمة ممكن، عدت خطير،
الكرة لكن إلى حارس المرمى، مطالبة بأن الكرة غادرت، مطالبة مجتبى جباري يقول والله أنا مصدق أنها طلعت، أنا أصلعب لي كافانجو اللي سيطر على كورته في الجانب الأيمن، كافانجو يمشي عرضية ولكن إلى حارس المرمى، إلى الحارس حسن إدريس اللي يمشي كرة للأمام. هنا محاولة منقولة للأمام، رأسية تتحول، فرصة موجودة وهدف التعديل، لا الكرة عادت، برافو برافو برافو، أوف سايد، برافو يا حسن يا إدريس، برافو. ولكن ضاعت، هربت علي قاسم الثاني، بتوقف ليه يا راجل، شوت يا راجل، شوت يا راجل، الشوت الراجل، ولكن يا سلام يا سلام يا إدريس، يا سلام يا إدريس، حسن إدريس يتصدى وتصويبة قوية جدا جدا، الضربة الركنية تلعب على طول، العريمي عالية فوق، ولكن يا سلام يا إدريس، خوخي معلم ضربة راس خدها مباشرة جميلة، ولكن كانت محتاجة دقة، جت في المكان اللي واقف فيه. دخل جوه الملعب إلى باولينيو، بنضغط عليه من الصليتي، تصويبة، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، عبد الله معرفي وحسن إدريس، برافو يا أبو علي، برافو يا أبو علي، بص قدامه مساحة، الشوط الثاني بالشكل المطلوب، ترجع ورا تاني لرود فاني، عالية فوق، حسن إدريس في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، كل ده أنا بدور على خوخي معلم مش لاقيه، عالية فوق، باولينيو تحت الضغط بيعدي ويمر، خطير خطيرة، ولكن حسن إدريس، حسن إدريس مهارة فردية عالية جدا جدا من باولينيو، استلم وعدى ومر وفات وشط وارتضم في الحائط، باولينيو الثاني بهدوء، العقل زينة يا ولد، أدي العرضية العالية فوق، ولكن حسن إدريس أعلى من الكل، قبل الكل، يسعد الكل من عشاقه وعشاق نادي الوكرة. علي رحيمة كان في الموعد وكان في الموعد السليم لهذه الكرة، وكرة خطيرة جدا الملعوبة بالكعب محمد سالم، كرة توصل لازالة، لكن علي الحيمة، محسن ياجور يحاول يمر معاه علي الحيمة، محسن ياجور يسدد تسديدة جول، حلوة حلوة التسديدة كانت من جانب محسن ياجور، صوب التصويبة القوية جدا محسن ياجور، واحدة من الكرات يا سلفة عرضية ملعوبة بالراس، لكن حسن إدريس نجح في إبعاد الكرة الماضية والكرة تذهب لركلة الزاوية. حكاية بينما كرة ملعوبة أمامية في مكان تابوتا، مشاها الجول، برافو برافو يا إدريس، برافو يا حسن يا إدريس، كرة خطيرة، سيباستيان صلاح الدرية ملعوبة رأسية تتخلص وتعود، هنا محسن متولي يحاول يعدي، خطيرة، الله يا إدريس يا حسن، لا إدريس لا تزال خطيرة، للريان مرة عرضية عدت رأسية في الطرف الأيسر، عدى سيباستيان، مر سيباستيان، هنا تباتا سيباستيان، لكن في إدريس، في واحد اسمه حسن إدريس منع الريان، محمد كرة للجيش، مرورك تسديدة وفي يدي اللي هو حسن إدريس في اللقطة الماضية، كرة جاءت من ماجد محمد إلى حسن إدريس حاضرة في أرضية الملعب، تعود لدى مراد نازي يفكر بالكرة الأرضية واصلة، حسن إدريس يأتي بالتوقيت، حسن إدريس يمسك للكرة الماضية، وبعد ذلك مضي بالحذر بقدر بأنه كل فريق لحتى الآن لا يقرأ الآخر، وكل فريق ليش ما يكونوا قريب باو زين، ليش ما كل فريق شيدوف رشيدوف، تسديدة بالقدم اليسرى وحسن إدريس يتألق في التصدي، لكن المحاولة قائمة وكحال يبيت الكرة الماضية، حسن إدريس الجيش ما راح يهجم، محمد السيد جدو، الورقة التي جاءت من جانب صبري لموتشي، حسن إدريس توقيت خروج وإمساك بالكرة من جانب حسن إدريس، الكرة فيها استقبال، والله الله الله يا حسن إدريس، الله، وقدام مين؟ قدام إدياكم، أنقذ الكرة إبراهيم الغانم يلعبها طويلة أمامية، لكن في حسن إدريس، برافو أبو علي، 30 سنة حسن مش صغير، خبرته كويسة، النهاردة محمد إيناس هو الحارس الاحتياطي، الغانم إلى البرازيلي سانتوس، بولانوس العرضية على طول، ولكن يطلع حسن إدريس، برافو أبو علي، عمل بوكس جميل الحقيقة، من 4 إلى 5.5 فقط،
لن ينساه ولن يرتاح بالعودة إلى الدرجة الثانية. بينما الوكرة يحاول، وتصدي عظيم من حسن إدريس، حسن إدريس وتصويبة سانتوس، والغرافة يحاول حتى اللحظات الأخيرة.